التقدير الشخصي من الطالب بيقدر ياخدها، هو مستوى تعليم مميز من أساتذة مش فقط لهم خبراتهم العلمية والبحثية في مصر وخارج مصر، لا عندهم الكثير والعديد من الأنشطة والخبرات العملية، بالإضافة إلى ملتقيات التوظيف اللي الجامعة بتعملها بصفة سنوية عن طريق بعض الكليات أو ملتقى السنوي المجمع الجامعة بتعمله، وتقدر تساعد الطالب إنه يتعرف على سوق العمل وإزاي يقدر يقدم نفسه لسوق العمل.